حضرتك بتقولي اتبرعتي وتصدقتي عن الوالد والوالدة، التبرع بالصدقة عن الوالدين المتوفيين إن شاء الله الأجر واصل وحاصل بإذن الله تعالى، ما دام هذه المؤسسة بتعمل تحت مظلة الدولة، معروف ومعلوم أنا حاجتي دي بتروح فين وبتيجي منين، يعني مقصود بأنها تحت مظلة الدولة، إن الفلوس مش بروح أديها لأي حد، ومش كل إعلان في التلفزيون بيكون سليم، لكن تبقى مؤسسات ليها أرقام معلومة مشتهرة معروفة بتتبع يعني عليها نوع من الرقابة. والنقطة الثانية، وهبتي لهما فلهما إن شاء الله الثواب، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والإنسان لما يتصدق يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما قدمه وما وهب هذا الثواب لوالديه أو لمن شاء. بالنسبة لمسألة أميرة اللي كانت متجوزة، يعني مكتوب كتابها وبعدين كان في اختلاق بالزوج، يعني أنا الموضوع ده أنا مش هقدر أجزم فيه برأيي، الزواج بقى والطلاق بعد الخلوة وبعد كده يجي المأذون على طول، يعني ازاي تم العقد الرسمي على التاني بالمنظر ده وهي يعني في حاجة مش واضحة بالنسبة لي في الأمر، وفي نفس الوقت لابد، أنا شايفة السؤال ده محتاج نوع من التحقيق، لازم يبقى في حد نقعد نتكلم معاه في دار الإفتاء المصري عشان بت هذه المسألة، الموضوع يحتاج فعلا إلى تحقيق وتدقيق، وأنصح حضرتك بالذهاب إلى دار الإفتاء المصرية، يعني أو تروحي مع والدك أو والدتك أو حد تصطحبيه من أجل البت في هذه المسألة. لا أستطيع أن أبت في هذه المسألة يا أميرة.